أهلا بكم، نريد أن نقيم المتجه F ثم هذا الضرب القياسي ثم نقيم هذا التكامل. أولا نبدأ بمتجه F كرول F، إذن متجه F سوف يساوي محددة I J و K. يمكنكم التخيل أنه جزء من المتجه الفعلي، سوف أكتب هذا بلون مختلف، إذن إنه الجزء بالنسبة لي X، الجزء بالنسبة لي Y، الجزء بالنسبة لي Z، ثم لدينا المجال المتجهي، لقد نسخته ولصقته هنا، هذا فقط يساوي سالب y تربيع هي متجه i، x هي متجه j، و z تربيع هي متجه k، هذا سوف يساوي i ضرب الجزء لي z تربيع بالنسبة لي y. حسنا، z تربيع هي ثابت بالنسبة لي y، إذن الجزء لي z تربيع بالنسبة لي y ستكون صفر. صفر ناقص الجزء لي x بالنسبة لي z، ومرة أخرى هذا ثابت عندما نفكر بحدود z، إذن هذا سيكون صفر. هذا تبسيط جميل. ثم سيكون لدينا ناقص j سالب سالب j، ومن ثم الجزء لي z تربيع بالنسبة لي x، هذا صفر مرة أخرى، ثم ناقص الجزء لي سالب y تربيع بالنسبة لي z، إذن هذا صفر مرة أخرى، وأخيرا لدينا متجه k، إذن زائد k، ثم سيكون لدينا الجزء لي x بالنسبة لي x، هذا فعليا يعطينا هذه القيمة، سيكون واحد ناقص الجزء لسالب y تربيع بالنسبة لي y، إذن الجزء لسالب y تربيع بالنسبة لي y هو سالب 2y، وهذا سيكون زائد 2y، إذن متجه F تم تبسيطه إلى هذا كله، صفر هنا، هذا k ضرب 1 زائد 2y، أو k ضرب 1 زائد 2y، وإذا عدنا إلى هذا هنا، إذا عدنا إلى هذا، سوف نحصل، سأعيد كتابة التكامل من صفر إلى واحد لي آر، وآر من صفر إلى واحد، وثيتا من صفر إلى اثنين باي، ومتجه إف تم تبسيطه إلى واحد زائد اثنين واي. في الواقع تم تبسيط 2y، دعوني أكتب هذا بشكل عوامل، لدينا هنا r جيب ثيتا، r جيب ثيتا، y هي r جيب ثيتا، لذا دعوني أكتب y بهذا الشكل، لدينا 2 ضرب r جيب ثيتا k، ثم نأخذ الضرب القياسي لهذا هنا R ضرب J
زائد ار ضرب كي دي ثيتا دي ار، ثم نأخذ الضرب القياسي هذا الشيء. لدينا متجه كي لأن متجه جي هو صفر، لذا نأخذ الضرب القياسي مع متجه جي هذا ونحصل على صفر، ولدينا متجه اي. إذن الداخل سوف يتم تبسيطه إلى هذا الشيء هنا، سوف يتم تبسيطه إلى، علينا التفكير بمتجه كي، إذن يصبح لدينا آر ضرب هذا. لقد انتهينا. إذن لدينا آر زائد 2 آر تربيع جيب ثيتا دي ثيتا دي آر دي ثيتا دي آر، ومرة أخرى هذا من 0 إلى 2 باي، وآر من 0 إلى 1، والآن أصبح لدينا تكامل ضعفي. علينا فقط تقييم هذا الشيء. أولا نأخذ المشتقة العكسية بالنسبة لثيتا، إذن المشتقة العكسية بالنسبة لثيتا سوف تعطينا هذا، سيصبح بالتركيز على ثيتا أولا. إذن المشتقة العكسية لآر بالنسبة لثيتا هي آر ثيتا، آر هي ثابت، والمشتقة العكسية لهذا، المشتقة العكسية لجيب ثيتا هي سالب جيب تمام ثيتا، إذا نحصل على سالب 2 آر تربيع جيب تمام ثيتا، ونريد تقييم هذا من 0 إلى 2 باي، ثم لدينا التكامل الخارجي والذي سأعيد تلوينه باللون الأصفر. إذا ما زال لدينا التكامل بالنسبة لـ R، و R من 0 إلى 1 في الداخل هنا. إذا قيمنا كل هذا عند 2 باي نحصل على 2 باي R ناقص جيب تمام 2 باي ناقص جيب تمام 2 باي يساوي 1، إذا ناقص 2 آر تربيع. ومن هذا سوف نطرح قيمة هذا عند الصفر، إذا آر ضرب صفر يساوي صفر، وجيب تمام صفر هو 1، إذا نحصل على ناقص 2 آر تربيع سالب 2 آر تربيع، هذا سالب وهذا سالب يصبح موجب، ولدينا سالب 2 آر تربيع وموجب 2 آر تربيع، وهذا يلغى، هذا يلغي هذا. ثم كل هذا الشيء تم تبسيطه بشكل جميل لتكامل محدود بسيط من 0 إلى 1 لـ2 باي آر دي آر، والمشتقة العكسية لهذا، هذا سوف يصبح باي آر تربيع، باي آر تربيع من 0 إلى 1، عند التقييم عند 1 نحصل على باي، وعند التقييم عند 0 نحصل على 0، إذن يصبح باي ناقص 0، والتي تساوي، لقد حصلنا على هذا في العديد من التسجيلات، هذا يساوي باي. إذن فقط لنذكر أنفسنا، لقد قمنا في التسجيل السابق، لقد كان لدينا هذا التكامل الخطي الذي حاولنا معرفته، يمكننا تقييم التكامل الخطي مباشرة، ولقد قمنا بهذا مرات عديدة، ربما نقوم بهذا في التسجيل القادم بدلا من تقييم
هذا التكامل الخطي نستخدم نظرية ستوك. في الواقع بدلا من قول هذا نفس الشيء مثل التكامل السطحي لقطعة صغيرة من الخشب، هذا المسار هو حدود تلك القطعة. ثم نقيم هذا التكامل السطحي بشكل جيد ونقيمه ليصبح مساويا لباي، وانتهينا.